عايزة أسأل عن انتخابات اتحاد الكورة المصري، امتى هنشوف الانتخابات دي؟ امتى هنشوف ناس جديدة؟ ومين اللي بيدير الاتحاد دلوقتي؟ هتشوفي هي الأمور بتتكرر على حطت ايدك من أيام ما مشي عبد العزيز مصطفى الله يرحمه، مش اللي هو الديب الله يرحمه، مش السيد محمد أحمد، محمد أحمد الله يرحمه، كل الخلق دي اللي كانت جاية تشتغل جاية تعمل، كله دلوقتي بقى يوزع فلوس، والأندية اللي هي أعضاء الجمعية العمومية. يعني إيه بيوزع فلوس؟ زي ما بقول لك كده، الصوت أنت نادي فقير معدمة، أجي أديكي نص مليون جنيه هتديني صوتك خلاص. وكابتن كمان ايه اللي خلى ده يبقى صوت مؤثر؟ ما ينفعش يبقى منتسب. وانت مش نادي، ده انت كشك او شقه مفروشه في بيت ورخص له ومرخ مترخصه بقى يا جماعه. هي الامور بتتكرر، وللاسف الشديد الوجوه هي والامور. يعني النهارده انا مره بقول لواحد انا اتغلب ستة وانا ببكي، قال لي وانا مالي انا اللي بلعب. امال انت بتعمل ايه؟ انت قاعد في المكتب ليه؟ انت بتهيئ كل واحد من اتحاد الكوره يعني؟ كبير منهم. واحد كبير في اتحاد الكوره قال لك وانا مالي؟ انا وانا امال مال مين؟ مال يعني اجيب بقى ابويا الله يرحمه بقى ماله هو؟ ما هو مش شعر مال المواطنين يا اختي، مش شعر، بحس وطني. انا مش عايز اقول اسماء، وانا مو انا مش اقول مش بسال على اسماء، بس على فكره يعني انا اقول هو الموضوع مش أسماء كلهم، مش مشكلتنا بالظبط، مش مشكلتي في اسمي. يقول لي انا مالي وانا اللي بلعب، امال انت قاعد على كل يا راجل ده لو انت عامل انت اللي بتدير فضل. لو انت عندك انت اللي بتجيب المدرب وانت اللي بتدعم اللاعب وانت اللي بتشوف اللاعب ده ولا لا. انت قلت في الاول الاداره عندنا فاشله يا كابتن. مش فاشله بس يا كابتن، انا حضرتك في الجيل العظيم ده واحنا تبع يعني بعدكم، هل في لاعب كره او لاعب اي لعبه لما بيخرج من الملعب وعايز يعود للملعب مدربا بيقعد له 3 4 سنين يا دوبك اسمه يبدا يتعرف؟ اشمعنى الاداره دي اللي هي بيروح يقول لك يلا انجي خلصت لعب روحي وانت عضو؟ يعني ايه حضرتك عندك علوم اداره؟ حضرتك عندك ماجستير يعني اداره؟ حضرتك بتقولوا اداره الكره في مصر فاشله؟ ايوه فاشله، ده افشل من الفشل يعني. مش فاشله، لو فاشله كنا بنعمل يعني النهارده الاتحاد اللي بعت لاعب من عنده طالع الاخير في كل حاجه. في كل حاجه طالع الاخير وبالماينس. طب يا عم يا بتاع الاتحاد انت خدت فلوس؟ الوزير يقول لك انا اديته كذا. طب انت تابعت؟ لا ما تابعتش. طيب ادي مسؤوليه الوزير. طب يا عم يا بتاع الاتحاد انت عديت؟ يقول لك عديت. عديت في ايه؟ طب انت بعته ليه؟ طب شباب بيقولوا التأهل لوحده شرف، عيب الكلام اللي بيقولوه ده. قالوا انا مصر اعرق دوله في الشرق الاوسط كلها، ابعت 149 واحد ومعاهم 100 تانيين يعني 100 كذا و50 واصرف دم قلب الخلق وارجع بثلاث ميداليات. البحرين قبليه ليه؟ العراق بكل ما يحدث فيها. ده 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 دي لو احترامنا الكبير لدوله على على عيني وراسي نتكلم على انهم عرفوا يعني عددهم ما يجيش شارع مصر في شبرا. ماشي، انا 100 مليون مواطن. انت عارفه اتحاد اليد زمان لما فكر بقى يعمل طفره بعت لكل المحافظات اللي عنده موهوب يجي، جابوا شويه موهوبين يتعدوا من 10,000 صفصفوهم على 1,000. الاتحاد باعهم للانديه الكبيره اهلي وزمالك واتحاد وبتاع وكسب منهم فلوس. احنا عندنا مواهب بس زي ما انت سأصر على اللوائح الدوليه بس زي ما انت قلتي ما عندناش اداره، ما عندناش اخلاص، ما عندناش وطنيه. قانون الرياضه الجديد ممكن يعمل ضوابط تحط شخصيات تليق بمقام مصر ومكانه مصر. انا اسف يعني طول حتى الرياضيه حتى احنا كاعلام طول ما بنقول طول ما بنقول شخصيات يعني ايه شخصيات وانا مالي باسمه؟ هو اخر حد جه انا مش قصدي شخصيه يعني ليه اسم، قصدي انسان. ما ينفعش انسان قادر. ما ينفعش مال إيه؟ ينفع نجيب يا فندم الورقه من الترجمه عربي ونعرف ان يعني ايه اتحاد الكره في مصر مصر انه واحد يبقى لابس شورت وفانيلا؟
نو نيفر، مفيش في العالم مش لازم يبقى لاعب، مفيش حاجه اسمها كده. مش اتحاد الكره ده المدير الفني دلوقتي، يعني اكبر من اكبر مديرين الفنيين العالميين مورينيو. ما لبسش شرطه فنيه خالص، ده كان مترجم. بص يا فندم، بس الحكايه تحتاج انه يجي. ليه بقول لك القواعد الدوليه؟ انا مش عامل فيها فافي يعني، وعايز نبقى واو زي خالص، لان بقول لحضرتك من اليمن لامريكا هي ورقه واحده مترجمه لغات كله. يعمل ايه؟ يجي البورد. البورد ده اولا ما يكونش على تواصل مع اي جهه، ده اللي عضو مجلس الشعب بيبطلوا وظيفته وما شاء الله بياخد فلوس اكتر من وظيفته 10 اضعاف لحمايه مصالح الشعب. تلاقيه عضو مجلس الشعب ومع اتحاد رياضي وعشر برامج واكاديميات. احنا بقى المطلوب اما يجي بورد يبقى ليه هو مخصصات عن الجلسات. حضرتك قصدك على مين؟ المجلس اتحاد الكوره مبدئيا، اللي هي اللعبه اللي هي اللي لو نورت هتنور غيرها، زي الهاند بول ما نورت حاجات تانية. انت بقى طبعا كلهم هو يعني ما احنا طول النهار بنقابل بعض. فانت لما على فكره كل واحد فيهم احنا على علاقات طيبه جدا بيهم وحبايبنا. طب بتقول لهم الكلام ده في الجلسات معاهم؟ الكلام ده انما هم كتيم ورك ولا حاجه، صفر دايما دايما للخلف. فاكر حضرتك الاتحاد المغربي السيد لقشع ده اللي في فتره من الفترات، وانا يمكن قلت لك مره في مداخله بيسلطونا عليه عشان بيشتغل لبلده، وانت فاكره اما بيقعد مع البورد بتاعه بيشتغلوا قرارات؟ لا، ده بيجي لهم في الاجتماع زي كبريات الشركات العظمى، من المدير الفني للاتحاد، من مسؤولين التغذية، من المسؤول الطبي اللي معاه انتشار زي ما الكابتن شوقي قال على الهاندبول، جمع محافظاتك وكذا. مش هما اللي بيقعدوا يقولوا نلعب ازاي وليه. النهاردة حسام حسن وهو يشكو، وحضرتك قلتي محدش بيشهد ولا حاجة، حسام حسن بدل ما يتخانق مع الهندية هو او غيره، كان لازم لو في بقى إدارة فنية في الاتحاد، مش مجرد يجيبوا الكابتن علاء نبيل واول ما بيتعاقدوا مع واحد حتى لو كان كواليفايد يقول له بس المنتخب الاول مالكش دعوه بيه، بس المنتخب الاولمبي سيبوه لنا عشان معاه خواجه. طب ما هو جاي يعمل ايه؟ في مره من المرات دكتور عمرو وهو حبيبك يعني ابو المجد حط 8 مدربين ما خدوش منهم واحد، بس لانه هو شخص يعني ديسنت جدا بقيت اقول له يا كابتن لازم تعمل مؤتمر صحفي، انت كنت عامل داتا زي كل العالم، اختاروا ناس غيرهم. قال عصام يا بلدنا في الاخر هتتاخد في كل حته. احترمت وجهه نظر، لكن حسام النهارده لو في مدير فني بدل ما يبقى عايز المعسكر بره الفيفا ديت، يبقى المدير الفني ده هيتواصل مع الانديه، هيعملوا برامج تدريب، هيجيبوا حد يعمل المسابقه في مواعيدها. مش هنبقى احنا مش الوحيد لوحدينا كده بره الدنيا. النهارده نادي نيس بلغ اتحاد الكوره، واتحاد الكوره خاف يقول لحسام ان محمد عبد المنعم لم نختر في ال14 يوم، ومع ذلك شرف لاي نادي انه عنده لاعب في منتخب، فما بالكم بمنتخب بحجم مصر. وهو طلع رئيس النادي وقال عندما يتم استدعاء لاعب لمنتخب بلاده يذهب اليه بشكل طبيعي، لا نريد ان نعطي الانطباع باننا نمنع عبد المنعم من انضمام لمنتخب مصر. ليه بقى؟ لانهم ابلغوا اتحاد الكوره خاف يقول له حسام ان ما جالناش اختار في ميعاده، يا بني ادم انت وهو يعني ناقص يقولوا لهم كده. بستاذن عصام، حسام ورط نفسه في مشكله مش بتاعته، هم محضرينها له. بس هو التعاقد كان يوم 29 اغسطس مش كده؟ يا سيدي التعاقد كان يوم 29 اغسطس بتاع محمد عبد المنعم. انا بتكلم على العام، هو كان عايز يعمل المعسكر بتاعه 28 اغسطس.